من هو النبي الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه؟ الجواب: عزير عليه السلام. من هو النبي الذي أرسل إلى قوم عاد؟ الجواب: هود عليه السلام. من هو النبي الذي أرسل إلى بني إسرائيل؟ الجواب: عيسى عليه السلام. من هو النبي الذي أرسل إلى قوم ثمود؟ الجواب: صالح عليه السلام. من هو النبي الذي أرسل إلى أهل نينوى؟ الجواب: يونس عليه السلام. من هو النبي الذي اتهم بالسرقة؟ الجواب: يوسف عليه السلام.